أهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم بس بسرعة عن طرق الوقاية من كوفيد-19. طبعا ما تنسوش أول حاجة كمامة. طبعا في ناس بتلبسها بطريقة غلط. الأول الناحية البيضة هي اللي بتبقى لجوه، مش دي الناحية البيضة. تاني حاجة الدعامة دي تبقى لفوق، خلاص. تاني حاجة بنحطها فوق الأنف مش تحت الأنف، كده غلط، لازم كده، تمام. بعد ما لبسناها كده لازم نضغط هنا كده، نقفل كويس جدا هنا على الأنف كده، من فوق محكمة ومن تحت، تمام. ده بالنسبة للكمامة. الدراسة الهندية قالت استخدام محلول الملح اللي هو صوديوم كلورايد، تنظيف للأنف، بتستخدمه تنظيف للأنف مرتين يوميا. في دراسة في الهند قالت إن هو بيقلل احتمالية الإصابة. في دراسة تانية قالت إن البيتادين اللي هو الأيودين تركيز 0.5% أو 1% غرغرة للفم ونقط للأنف ممكن تعمل توفر نسبة حماية من الإصابة بالفيروس. فلو دي تركيزها 10% هنخففها في مية بحيث نحط سنتي منها وتسعة سنتي مثلا مية، ونستخدمها غرغرة للفم أو نقط بها في الأنف مرة في اليوم، تمام. دي طرق الوقاية من فيروس كورونا. طبعا إضافة إلى التباعد، مفيش بقى حضور أفراح، حفلات، تجمعات، الحاجات دي كلها ممنوعة، لأن احنا دلوقتي في الموجة الرابعة، بدأنا في الموجة الرابعة في معظم الدول العربية. ربنا يحفظكم يا رب.